يعطيكم العافية. مثل ما تعرفين الحين الأجهزة قاعد تصير أكبر، يعني قبل فترة كنا نعتقد أن الجهاز اللي يكون شاشته 4 إنش وايد عود، الحين لا، الحين صار 5 و6 وما يندر وين رايحين بهالاتجاه هذا. طبعا اللي طلع هالشغلة هذه هم شركة سامسونج، جربوا الموضوع مع الجهاز النوت وكان نجاح جدا كبير، بحيث ان الحين كل الشركات قامت تطلع لها جهاز ما يسمونه بالفابلت، يعني تلفون عود ما بين التلفون ما بين التابلت. فعندنا الحين شركة هواوي عندهم جهاز حجم شاشته 6.1، تخيلوا حجم شاشة 6.1 إنش، يعني التابلت العادي 7 إنش، فهذا خلاص دش منطقة التابلت الحين. نفس الشيء سامسونج عندهم نفس طريقة الجهاز، يعني هم عندهم جهاز جي عود. الحين هذا الجهاز خلينا نشوفه نظرة سريعة، نشوف العلبة. الجهاز طبعا مو طبيعي حجمه، ما اخذ العلبة كاملة، حط على صوب استكارات. أوراق الكفالة وما إلى شابه. طبعا الجهاز يجي من اللونين، لون أسود لون أبيض، هذه نسخة سوداء. معنا هني محول الكهرباء، هل حاطين ايش كثر ياخذ؟ الاوتبوت 2 أمبير، يعني نفس شحن التابلت تقريبا. التابلت يكون 2.1، هنا هذا 2 أمبير. عندنا واير يو اس بي، طبعا مايكرو يو اس بي. عندنا هني سماعات، شكلهم سماعات زينة، ان شاء الله ياخذ كواليتي. احنا مو جايين نشوف هذا كله، احنا جايين نشوف الجهاز اللي هو ما قلت لكم شاشته 6.1. طبعا الوضوح اللي هو مو اتش دي كامل، خلينا نشوف الجهاز على السريع من قدام. شاشة الجهاز 6.1، ما في أي زرارات على الجهاز، زرارات تكون بالشاشة. على اليمين عندنا زر التشغيل وزرين الصوت، ما في أي شيء ثاني. من تحت وصلة المايكرو يو اس بي والمايكروفون. على اليسار في عندنا مدخل الميموري كارد، من فوق عندنا مدخل السيم كارد، وعندنا مايكروفون ثاني ووصلة الهيدفون. من ورا عندنا كاميرا 8 ميجا بكسل وفلاش، وعندنا هني سبيكر تحت. طبعا هذه النسخة السوداء اللي هو يكون مطاط او نوع البلاستيك اللي هو مو يعني ما يزلق. النسخة البيضاء لا، يكون اللي هو مو المطفي، لا يكون لمع. خلينا نشوف الحين الجهاز حجمه مقارنة بالاجهزة الثانية. نبلش بالايفون 4 او 4S، طبعا فرق الحجم جدا مو طبيعي بالنسبة للجهاز مهول. شوف الحين الجالكسي اس 3 والاس 4 تقريبا يكون نفس الحجم، ايضا فرق كبير. هنشوف الحين النكسس 4، طبعا نفس طريقة الجهاز انه ما في من قدام ازرار، لكن فرق واضح جدا بالحجم. واخيرا وليس اخرا نشوف ال HTC One. الحين قارنا حجمه بحجم أجهزة، خلينا نشوف الحين التابلت الصغير اللي هو 7 إنش.
الحين نحطه خلينا نقول اخوه العود النكسس 7، ترى الفرق بينهم اقل من انش شاشه، ما اكشل بحجم الجهاز. طبعا هذه نظره اوليه على الجهاز، وبالقادم ان شاء الله راح يكون في عندنا ريفيو كامل او سعرات كامل حق الجهاز، فترقبوا. واتمنى اذا عجبكم الفيديو تعطونا لايك وسبسكرايب. شكرا.